يواصل أهالي مدينة كازيرون احتجاجاتهم ضد الأعمال القمعية للنظام وذلك في عدد من ساحات المدينة وطلب الأهالي النظام الإيراني تسليم جثامين القتلى وإطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة هذا وكانت عناصر الأمن قد فتحت النار الاحتجاج على الاحتجاج الشعبي في كازرون خلال اليومين الماضيين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى